بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم اليوم في هذه الحصة رقم 5. بإذن الله سنقوم برسم شخصيات كرتونية أو أوجه لشخصيات كرتونية عن طريق أو ابتداء من رسم مستطيل، دائرة، مثلث، مربع. الشخصية الأولى نرسم دائرة، بعدها نرسم الأذنين، العينين يكونوا في طريق مستقيم، دير الخطوط خطين بهذا الشكل، قوس الأسفل، نقطتين تلامس الخط الأفقي، نقطة هنا تلامس الخط الأفقي، الأنف الوسط، هذه باش تظهر بنت. نرسم لها الشعر، نرسم الشعر من هنا، نرسم الشعر في الفوق، الشخصية الثانية نرسمها من المستطيل في الزاوية هذه، ندير قوس هنا، يا قوس، نحاول نرسم الأذن هنا في الوسط أو أعلى شوية، العينين دائرة، الدائرة الثانية هي للعين الثانية، مع رسم نقطة في الوسط، نقطة أخرى هنا في الوسط، نرسم الأنف، نرسم الفم بهذا الشكل، يبقى الشعر يكون عن هذا الشكل. بعد هذا الزائدة نمحوها بالمبحات، هذا الشكل، ومن بعد في الأخير يلون. أما المثلث هناك شخصية، نبدأ الأذنين شكل قوس، العينين هذا الشكل، الأنف والفم مفتوح،
بهذا الشكل. هنا في هذه الزاوية ما خلوهاش هكذا، هذا الشكل يلون أسود قوس هنا. أما هنا في الأفق في الشعر يكون بهذا الشكل. عندنا شخصية أخرى، شخصيتين أخرين تكون عن طريق المربع، من رسم المربع نرسم هنا في الزاوية هذه تكون نديرو بشكل قوس. بعد ما نرسم المربع تكون هكذا، نعطيكم بشكل سريع فقط طريقة. هنا رسم الأذنين، رسم خط الفم بهذا الشكل، الأنف، العينين. بعد ما نرسم خط طويل نديرو مائل شوية هنا، نديرو خط هنا في الوسط يكون بهذا الشكل، خط آخر شكل نصف قوس. أما الشعر بهذا الشكل، بشكل سريع صار لنا هذه الشخصية. الرسمة الأخيرة تكون لنا بهذا الشكل، تكون عبارة عن دائرتين ملتصقتين مع بعض. نبدأ دائما برسم الأذنين في هذه المنطقة، هنا في هذه المنطقة نرسم العينين دائرتين. هذا الشكل نرسم الفم مفتوح بهذا الشكل، رسمة سريعة. أما الشعر، الشعر يكون بهذا الشكل، في الأخير نعطيكم تمرين جاهز للإعادة. بشكل سريع شكرا جزيلا. نحن نخليكم تمرين في الأخير، تابعونا مع بعضنا.